هادي بلاك اوبيوم هادي بلاك اوبيوم هادي بلاك اوبيوم وحتى هادي بلاك اوبيوم. شنو الفرق بيناتهم؟ شنو السر اللي خلى هاد لو بارفان هذاك افضل عطر نسائي مثير وجذاب والكل تقريبا كيبغيوه؟ وشنو السر اللي خلى هاد لو بارفان هذا دائما في لا توندونس محافظ على المكانه ديالو؟ الوغ باش تعرفوا خليكم معايا في هاد لا فيديو. السلام عليكم بنات، بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. الوغ كيف ما شفتوا معايا اليوم جبت لكم تشكيله ديال هاد العطور ديال بلاك اوبيوم ايف سان لوران. هاد العطر شنو نقول لكم، هاد العطر المميز وكيف ما قلت محافظ على المكانه ديالو في لا توندونس، يعني كيبقى دائما هو العطر المفضل عند الاغلبيه ديال النساء. الوغ ولكن الاكثريه كيتلفوا ملي كيجيو ياخذوا هذا لو بارفان هذا، يعني كيتلفوا ما كيعرفوش الفرق ما بين هاد لي بارفان كاملين. سي بور سا اليوم جبتهم جبت هاد لي 4 كوم سا اون فا ديتاي شاكان باش نعرفوا شنو الفرق ما بيناتهم. نبداو بهذا الاول لو بلاك اوبيوم لوريجينال، يعني ملي كنقول اوريجينال سا في با دير ني واش ايميتاسيون ولا اوريجينال، مي بلوتو سي لا فيرسيون اوريجينال كي سورتي اون 2014. هاد لو فلاكون يعني انتما كيف ما كتشوفوا هاد لو فلاكون هذا نوار افيك دي بايت بلونش. هاد لو بارفان هذا شتوي ونقدروا نديروه حتى في الخريف، يعني ما كنصحش به في الصيف. هاد لو بارفان هذا تقدري ديريه حتى في الليل. هاد لو بارفان هذا سي اورينتال سوكري افيك لا فاني توجور. في المقدمه ديال هاد العطر هذا كنجبروا البوار والبواف روز والفلور دورانجي. من بعد كنلقاو في لي نوت دو كور كنلقاو الكافي القهوه، رائحه القهوه يعني مختلطه برائحه ديال الياسمين واللوز المر لاموند مير بلس ريغليز، يعني كنشمو فيه يعني واحد رائحه اللي نقولو بنينه. وفي القاعده ديال العطر يعني في لا نوت دو فون كنجبروا الفاني والباتشولي ولو سيدر ولو بوا دو كاشمير. ملي كيكون ان بارفان فيغ لا فان ديالو كنلقاو لو بوا اولا كنلقاوه بوازي، يعني كيتبت معنا لمده طويله كيف ما قلنا في الفيديو اللي فاتت. يعني هاد لو ميلونج هذا هو اللي كيخلي هاد لو بارفان هذا كيخليه سي ان بارفان غورمون، يعني بحال ملي كتشميه كتحسي بحال الا كتاكلي شي كيك ولا شي حاجه، يعني واحد الرائحه اللي بنينه وزوينه. لا نوتاسيون ديالو كنلقاوه حاصل على واحد لا نوت اللي زوينه، يعني 4/5 ما بين واحد 12000 فوت اولا تصويت. ومده ديال الثبات ديالو يعني هو قوي. باغ لا سويت ندوزو لهاد لو بارفان هذا اللي هو بلاك اوبيوم نوي بلانش كيف ما كتشوفوا. الوغ فوالا نحطو هنايا باش تشوفوا لا ديفيرونس. سي اوسي حتى هو نوار ولكن فيه دي بايات يعني باينين اكثر وبارزين اكثر على لو بارفان لوريجينال الاول. يعني فوالا وهذا كيف ما كتشوفوه، هذا حتى هو شتوي وخريفي ايغالمون. نديروه اكثريه بالليل وكاو بحال دابا كنا في الربيع اولا في الصيف اون بريفير نديروه في الليل لانه قوي. ومني كيكون البارفان قوي مع الصهد ما كيتحملوش. هاد لو بارفان هذا ايغالمون كنلقاوه يعني لافاني هي الرائحه اللي مسيطره عليه. سي ان بارفان لي سوكري لاكتونيك. الوغ في لي نوت دو تيت ديالو كنجبرو لوري كنجبرو اليانسون وكنجبرو ايغالمون لو بواف. باغ لا سويت كندوزو لي نوت دو كور كنجبرو دائما لو كافي. دائما كنلقاو القهوه، يعني هادي نقطه مشتركه ما بين كاع لي بارفان ديال بلاك اوبيوم. كنلقاو الكافي كنلقاو الفلور دورونجي وكنلقاو ورده البيفوان وكنلقاو الكورياندر اللي هو القزبر حبوب. الوغ من بعد كنلقاو في لا نوت دو فون كنلقاو الفاني، دائما كنلقاو الفاني الكراميل لو لي لو بوا دو سونتال و المسك الابيض. يعني داك لو ميلونج ما بين لافاني الكراميل
والقهوه يعني كيعطينا واحد رائحه زوينه 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 بزاف وكتبقى ثابته معنا المده طويله. حتى هو نقول عليه المده الثبات ديالو حتى هو طويله مده اللي معقوله و ايغالمون الرائحه ديالو القوه ديال الرائحه ديالو حتى هي واحد الرائحه اللي شويه قويه وكيف ما قلنا كتبقى معنا دائما مع لي بارفان شتويين. يعني عندنا هذا ايغالمون هذا سي لو بلاك اوبيوم لو دو تواليت سي لا فيرسون اوريجينال لو دو تواليت كي سورتي ان 2015 كيف ما كتشوفوا غالب عليه الغوز. الوغ هذا لو بارفان هذا حتى هو كيف ما قلنا شتوي واكثريه يعني الا ما درتوه بلوتو الا كان في الصيف او لا ديروه بالليل ملي كيكون الجو بارد. هذا سي ان بارفان لي فرويتي يعني في المقدمه ديال العطر كنلقاو لو بوار الجاز كنلقاو الكرز الاسود الكاسي كنلقاو الماندارين في لي نوت دو كور كنلقاو دائما القهوه كيف ما قلنا لو تي عندنا الجاسمين الياسمين والفلور دو رونجي وفي لا نوت دو فون كنلقاو المسك الابيض اي لو بوا بلون. اخيرا عندنا هاد لو بارفان هذا يعني منين دوينا على لي بارفان الشتويين عندنا هاد لو بارفان هذا اللي راه بيعي بامتياز اللي هو لو بلاك اوبيوم فلورال شوك هذا كي سورتي ان 2017. هاد لو بارفان هذا كنلقاوه فلورال اللي في المقدمه ديال العطر كنجبرو هو فلورال فرويتي ودائما سكري. هادو كاملين اون كوليكسيون ديال لي بارفان سكري. هاد العطر هذا يعني كنلقاو في المقدمه ديالو الو فوالا كنلقاو في المقدمه ديالو كنلقاو لو بوار لو سيترون برغاموت والفلور دو فريسيا في لو كور ديالو كنلقاو الفلور دو غاردينيا الفلور بلانش اي الفلور دو رونجي يعني كون فوايي هو فرويتي ou également floral ou la note de fond le kahwa d'aimen ou le misk abiad ou l'amber يعني كيعطينا واحد لو ميلونج لي زوين زوين كيف ما قلت يعني هذا هو السر ديال ان هاد لو بارفان هذا بقى محافظ على بلاصتو دائما في لا توندونس سي كو كاين دائما الجديد كون فو فوي هذا عندنا في 2014 هذا في 2015 هذا في 2016 اي بار لا سويت هذا في 2017 هاد لي بارفان بيان سور هادو لي جبت لكم يا كو 4 مي بيان سور كاين بزاف ديال لي فيرسون انا بور لو مومون هادو اللي متوفرين عندي نتمنى نكون فدتكم فيهم حيت لا بلوبار يعني كيختلط عليهم الامر كتقول لك شنو الفرق ما بيناتهم انا جو سي كيليا جوست بلاك اوبيوم الو نتمنى نكون فدتكم فيهم ولو بشويه. الا كانت عندكم معلومات اضافيه عليهم نيزيت با بيان سور باش تخليهم ليا في لي كومونتير. الا كان عندكم اقتراحات ايغالمون مرحبا بكم في لي كومونتير بيان سور. كيف ما قلت هاد الريزومي اللي درت هاد النهار على هاد لي بارفان نتمنى تكون فاتكم ان شاء الله والى اللقاء الفيديو القادم ان شاء الله.